Bonjour, chers amis, les amants de la langue française partout. أهلا بكم أعزائنا واصدقائنا عشاق اللغة الفرنسية جميلة جميلات اللغات الأوروبية وفي حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل لغات العالم للغة دو dans cette mission on va commencer, on va continuer بلوتو مع لا ديلف A1 A2 وان شاء الله النهارده بفكركم ان احنا مستمرين في تحضير كل ما يخص البريبراسيون اللي هو التاهيل لامتحانات الدلف، سواء اذا كان A2 او زي ما احنا بدانا قبل كده في حلقات سابقه والنهاردة بنبدأ استراتيجية جديدة خطة جديدة هو ان احنا كمان هنحضر مستوى فا ا يعني اخر مستوى الا ا كنوع من التأكيد على الفوكابلير الاسانسيال اللي هو الفوكابلير الاصلي او الاساسي في تكوين هذا المستوى يبقى تاني النهارده احنا هنشتغل على الفوكابيلير اسونسييل للنيفو A1 والنيفو A2 تو بوبليك اللي هو دلف الكبار ايه فايده الفوكابيلير اسونسييل هو فايدته ان احنا بنراجع مع بعض كل اللي احنا اخدناه وفي نفس الوقت الكومبيتونس اللي مطلوبه في الامتحان اساسا معتمد على الفوكابولير وانت طبعا هتشوف الفوكابولير وهتعرف بتتقري ازاي وبتتسمع ازاي ومعناها ايه وايه المعاني اللي انت كنت متخيل انها يعني بتترجم بترجمه لكن هي الترجمه المظبوطة بتاعتها هتبقى مختلفه طالما انت ما عليك بالطريقه بتاعت الدلف لان غالبا معظم الناس بتترجم الالفاظ بترجمه حرفيه وده طبعا مش هينفع لكن احنا ان شاء الله في هذه الحلقات هنت هنتعرف اكتر على الفلو والفلو طبعا كلكم انتم عارفين ان هو فرونسي لونج اترانجير يعني مختلف شويه عن الاف ال اللي هو الفرنسي لونج دو سكولاريزاسيون اللي هو الفرنسي اللي احنا بندرسه في المدارس والجامعات لكن الفلو ده حاجه تانية خالص الفلو لونج سلسه لونج كورونت يعني متداوله الناس كلها بتتكلمها الفرنساويين بيتكلموها اللي عايز يتكلم لغه سريعه لغه بسيطه لغه حديثه كل دوت على طول يحط في اعتباره ان هو لازم يعدي على الفلو طيب احنا عندنا هنا ان شاء الله في البروجرام اللي احنا هنشتغله مع بعض ابتداء من النهارده تمام هو مراجعة الفوكابولير اسانسيال لنيفو A1 و A2 هناخده بطريقة ايه بقى الفوكابولير طالما طيب احنا هنراجع الفوكابولير هناخده بطريقة ايه هناخده بطريقة الكويز يعني هنحل مع بعض كويز والكويز ده بيبقى عليه درجات لكن احنا مش هتهمنا طبعا الدرجات اكتر من احنا تهمنا ان احنا نصحح المفاهيم بتاعتنا اذا كنا فاهمين حاجة بمعنى وهتشوفها دلوقتي بمعنى تاني طيب تعال نشوف مع بعض كده على اللاب ونشوف نبدأ بأول كيستيون هنشوف الكيستيون الأولاني بيقول لي إيه طبعا ده دوسية الملف ده اسمه ملف ليدونتيتي اللي هو التعريف الشخصي يعني اللي هو التعريف الشخصي ازاي نعرف المعلومات كل المعلومات الخاصه بتعريف الشخص وتحديد هويته يبقى كلمه ايدنتيتي اساسا معناها هويه تخص بقى شخص او تخص يعني اه ايا كان اه شخص باي جنسيه بمعلومات مختلفه كل ده هنشوفه دلوقتي اه الكيست الكونسيني بيقول لي كومبليتي افيك لي ناسيوناليتي دي بيرسون واول ما بنسمع كلمه ناسيوناليتي اللي هي الجنسيه كلنا طبعا بنعرف ان ديت الجنسيات دلوقتي احنا بادئين يا جماعه ا يعني دلوقتي احنا بنعمل مراجعه على ال ا و بتاع الآآ ايه هو المعلومة اللي احنا عايزين ناخدها اضافية على ما متكونش معلومة تقليدية زي ناسيوناليتي دي معناها جنسية وكلنا عارفين الجنسيات بيبقى في منها في منها وفي منها مسكولان او في منها مسكولان وفي منها في منها والبلوغيل طبعا معروف احنا بنحط له إيه اس وفي كمان الناسيوناليتي لازم نربطها بالدوله وكل الكلام ده انتوا عارفينه طب ايه بقى الجديد اللي انتوا ممكن يكون حد فيكم مش عارفه عن الناسيوناليتي ان الناسيوناليتي لو جاتلي في اي اوراق رسميه او او اي فيش دانسكريبسيون بيطلب مني ان انا اكتب كلمة واحدة بس مش جملة كاملة وده طبعا بيبقى واضح جدا في الأوراق الرسمية زي البطاقة زي مثلا الفيش دانسكريبسيون استمارات التسجيل لأي مثلا شيء دراسة أو كده أو حتى كمان في الفيش اللي احنا المفروض نملاه عشان نطلع بيه فيزا ده كله لو جاي لو كلمة ناسيوناليتي وجنبها دو بوان يبقى هنا الكل اللي بيتساوى في الفيمينا سواء اذا كان الايدنتيتي اللي هتتكتب دي لشخص ماسكولان يعني او لفيمينا يبقى الماسكولان والفيمينا بالنسبه للناسيوناليتي لازم تكون تبقى الناشيوناليتي او فيمينا الكونسيني لي كومبليتي افيك لي دي بيرسون بروميير بيرسون او بروميير فراز بيقول لي ايه زيتان ابيت اون شين زيتان ابيت اون شين او افيك euh, euh, يعني لا لونغ شينواز ممكن يتقال زيتينغ ابيت اون شين الي يبقى ايه اللي إيه احنا مطلوب مننا دلوقتي مطلوب مننا ان احنا نجيب الناسيوناليتي لزيتينغ هيبقى يا ترى الناسيوناليتي بتاعته مرتبطه بالدوله بتاعته اه اللي وهتبقى الناسيوناليتي بتاعته شينوا ولا شينواز طبعا هيبقى شينوا لانه ده هيبقى او شينواز باردون لان دي هتبقى فيمينا دونك شين تبقى دو ناسيوناليتي بتاعتها الماسكولين هتبقى شينوا والفيمينا هتبقى شينواز طبعا بما إن هو بدا بال يبقى ليه شينواز طيب. Deuxième phrase. Eh Machiko est né au Japon. Eh Machiko est né au Japon. et les Bimane n'héne culture. Soit el culture chinoise ou el culture japonaise. Fèb nizbali le el prénom. فأكيد في الجملة هيجيب لك الضمير اللي يقول لك إن دي ماسكولان ولا فيمينا أو جارسون أو في. طبعًا هنا ال يبقى طبعًا ستون في وجابون هتبقى جابونيز. إحنا عندنا دو ناسيوناليتي هتبقى جابوني وجابونيز. طب وأنتوا قاعدين معايا كده لو إحنا بصينا على الناسيوناليتي جابونيز مين يقول لي Nationalité, top à, sur le même poids, c'est-à-dire japonais, japonaise. Qui conserve en vous nationalité, top à, sur le même poids, n'importe quel japonais ou japonaise. Allez, ha. Aïe, voilà. Il y a des Italiens, des Anglais et anglaise japonais, japonaises, japonais, irlandais, irlandaises. D'accord. Toutes les dates en français, française. Évidemment, tout e, ça est très facile à réviser. بيبقى مهم جدا او سهل جدا انت تراجعه طيب نيميرو سي جوان اني اون المانيا يبقى جوان اني اون المانيا طب يا ترى يا شطار قولوا لي ده ولا في ها ايلي طبعا قبل ما اقول ايلي الناس اللي في الا 2 هيقولوا لي من غير ما نكمل اخر الجمله دوت هيبقى ماسكولان طب ايه اللي عرفك عشان الناس اللي قاعده سامعاني في الادو واخدين الباسي كومبوزي يعني واخدين التون دي باسي كومبوزي فعارفين طبعا ان هي لو كانت بنت هيبقى يتحط لها زياده مع الاو اللي عليها اكسون تيجي في فيرب نتر لكن هنا مش حاطين يبقى نعرف ان دوت جارسون على طول اما بالنسبه للا اللي قاعدين سامعيني فهم المعلومه دي مش هيعرفوها ومش ضروري يعرفوها دلوقتي لكن هم هيعرفوا عن طريق الجمله التكميليه اللي هي بتبدا بايل يبقى ايلي خلاص كده عرفنا ان هو جارسون يبقى الناشوناليتي بتاعته هيبقى المون والفيمينا يبقى الموند فبما ان هو ماسكولين يبقى المون طيب ايا سو في en كوري برضو اه سو او ايان سو في ان كوري ودي طبعا البرنامج اه واحنا طبعا زي ما اتفقنا احنا هنقرا البرنامج اه ممكن نقراها على فرونسيز ممكن نقولها بالطريقه الفرنساوي فدا ما فيش مشكله منه والناسيوناليتي بتاعت الدوله اللي هي الكوري كلكم هتقولوا اه دوت الاول احنا نعرف ان هو ماسكولا ولا فيمينا الجمله الاولى ما بتدلش نهائي لكن الجمله التكميليه بتدل عشان بادئ بايه الماسكولا يبقى يونسي في أنكوري يبقى الي طبعا الي هيبقى ماسكولا في عندنا بقى دو ناسيوناليتي لازم يكونوا اه واضحين بالنسبة للناس كلها وعارفينها خلاص فهيبقى عندنا ايه بقى؟ هيبقى عندنا اه كوريان وكوريان يبقى كوريان وكوريان طيب هنا بالنسبة بما انه هو جارسون يبقى كوريان طب بتتكتب ازاي كوريان؟ هيبقى نفس الكلمة بتاعت كوري لكن هنزود لها ان زياده هتبقى كوريان افك ان. طيب لو شفنا الفراز اللي بعدها هيبقى لو بي دو دافيد. طبعا دافيد عشان اقول لكم ان احنا ممكن ننطق البرينو على فرونسيز مفيش اي مشكله عشان كده انا بقول دافيد لكن لو احنا نطقناها بالانجليزي هتبقى ديفيد. وطبعا بما ان كندا فيها اه يعني ستانبي بيلانج فيها لغات مختلفه اه منها الانجلي فممكن نقول دافيد او دافيد يبقى لو بي دي دافيد اي اه لو كندا هتبقى ايه بقى يبقى لو دافيد اي لو كندا طبعا هنا في اه Fille, euh, fille, phrase, fille, verbe être. Euh, et le Canada, il est canadien. Il est canadien ou fille canadienne. Type. La suite, fille numéro 2. <coughs> il les associer les questions et les réponses. Associer les questions et les réponses. Euh, quel est votre nom N'importe quelle question, bêtes A, B, C, la guette E, à genne à le. Comme si vous vocabulaire, vous êtes à l'ordre, à genne à neubé Quel est votre nom Quel est votre adresse Yuba, Quel est votre adresse Quelle est votre situation de famille Quelle est votre nationalité Quelle est votre pays de naissance في الفراز الاولى المستوى ا كلية نو كلهم عارفينها كلي فوتر كلي فوتر ادريس كلهم عارفينها كلي فوتر سيتواسيون دو فامي ممكن نترجمها عشان لو ما عارفها سيتواسيون دو فامي يعني الحاله الاجتماعيه اللي احنا بتساوي عندنا الحاله الاجتماعيه يعني بصوا بصوا الفرق بين الترجمه الحرفيه والترجمة الضمنية للمعنى اللي هو سيتياسيون دو حرفيا معناها موقف العيلة فاللي هيترجم الترجمة دي مش هيفهم المضمون بتاع السؤال ايه لكن لما يعرف ان دوت سيتياسيون تعبير متداول كتير في الاوراق الرسمية يبقى يبقى سيتياسيون دو فامي معناها الحالة بما يعادل عندنا الحالة الاجتماعية كلي فوتر ناسيوناليتي كلكم عارفين طبعا ناسيوناليتي و كلي فوتر بيي دو نيسونس برضو بوضح ديت للمستوى ا آه 1 البيي دو نيسونس معناها بلد الميلاد او البلد اللي احنا اتولدنا فيها لما نيجي نعمل اسوسياسيون او رولي بين ال ا بي سي مع 1 2 3 مثلا هنقول كلي فوتر نون يا اما هيقول je suis français ولا je m'appelle Pedro Suarez ولا j'habite au 3 cours Bergia ولا je suis marié ولا je suis né au Chili طبعا السؤال quel est votre nom ما فيش عندنا prenom عشان نتلخبط يعني احنا لو قال لي quel est votre nom quel est votre prenom يبقى كده احنا عايزين نركز اكتر عشان نوزع مين النوم ومين البخينو لكن هنا ما عنديش الا سؤال واحد بس اللي هو كي ليه يا ترى ده هيبقى ايه؟ طبعا واضح جدا السؤال اللي هو جو مابيل بيدرو سواريز. دوزيام كيستيون كي ليه فوتخ ادريس؟ كي ليه فوتخ ادريس هيبقى انهي كيستيون من او انهي ريبونس؟ طبعا ادريس مرتبطه بجابيت يبقى جابيت او 3 كور بيريا وعايز اقول لكم معلومه ان فيرب ابيتي فيرب من الافعال اللي هي ما بتحتاجش بعدها مش شرط بعدها البريبوزيسيون اللي هو حرف الجر يعني انا ممكن اقول جابيت 3 على طول وممكن اقول جابيت او 3

الحالة الاجتماعية يعني متجوز ولا عازب ولا مطلق ولا 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 كلكم طبعا الملف بتاع الفامي ده احنا طبعا ان شاء الله واحنا بنراجع بقية الكويز هتعرفوا فوكابولير خاصة بسيتياسيون دو فامي هنا طبعا جو سوي Je suis marié, Question suivante Quelle est votre nationalité Koul, innais, Je suis français, c'est très Et question Quelle est votre pays de naissance Je suis né au Chili, dans le de ودي من الدول اللي هي ما بتاخدش اون لانها طبعا بي ماسكولان فنقول اوشيلي كده يبقى احنا عملنا الاسوسي ب يعني من كيستيون وريبونس ولما نيجي لو جالك امتحان لو جالك كيستيون زي ده في امتحان دلف مش هنوصل التوصيل اللي هو اللي انتوا عارفينه دوت اللي هو هنوصل بالخطوط كده الزجزاج ده لا احنا هنكتب في التابلو اللي قدامنا زي ما انتم شايفينه كده A B C D E هنكتب تحته الارقام بتاعت الريبونس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 بس عشان تعرفوا اسلوب امتحانات الدلف بتبقى عامله ازاي. كيستيون 3 بيقول لي souligner le mot qui convient souligner le mot qui convient يعني آه كلكم عارفين هنا نحط خط تحت الكلمة المناسبة بمعنى أصح إن إحنا هنختار وأنا لسه قايل لكم من شوية إن إحنا أثناء الكويز هتعرفوا السيتياسيون دو فامي والألفاظ بتاعتها المختلفة يبقى ده السؤال نيميرو 3 خاص بالنقطة دي لا آه فامي دو De Christ est morte. Tenez, la femme, pardon, la femme de Christ est morte. Taban el A2, il y a le verbe morte, dimanche. Il, dit y, verbe mourir, fut le passé composé. Dimanche, il est à la femme de Christ est morte. Y a il est. Dimanche, euh, il est. Dimanche, يبقى فاف ولا مغيه طبعا اللي الزوج اللي بيتوفى بيبقى على طول الماسكولين بيبقى فاف والفيمينا بتبقى فيف دوزيام كيستيون جون جون اي ماري سون اوفيسيلمون سيباري ده طبعا euh, الناس ال يركزوا معايا لان طبعا الكيستيون دوت euh,

à cause de ça, on a officiellement. ils sont divorcés, ils sont célibataires, mais ils ne sont pas mariés. séparation non officielle, sont divorcés. La et euh, Carlos, Julie et Carlos, sont officiellement en couple. طبعا ايل سون ماريي ولا سيليباتير اولا كلمه كوبل معناها زوجين وطبعا على حسب الثقافه الفرنسيه موضوع الكوبل بيبقى ليه اكتر من شكل ولكن طالما لو في كلمه أوفيسيلمون مو يعني رسمي يبقى ده زواج رسمي طيب طالما هو زواج رسمي يبقى هنقول عليه هنقول عليهم هما الاثنين جولي وكارلوس يا ترى هيبقى ماغي ولا سيليباتير طبعا هيكونوا ماغي ما امال كلمه سيليباتير معناها ايه معناها الشخص اللي هو مش متجوز لا بيرسون كي نيبا مش متجوز يبقى ده نقول عليه ايه سيليباتير او مش مرتبط بصفه عامه ا دو سي كاستيون سويفان ديريك نيبا مارييه ديريك نيبا مارييه مش متزوج اللي هو ديراك يا ترى هو اي ليه ولسه انا شارح الكلام ده من شويه قلت سيليباتير ولا ديفورسي كل الناس هتقولي طبعا ان هو سيليباتير لان هو نيبا مارييه ان a décidé de quitter son petit ami اه هنا هنخش شويه في الثقافه الفرنسيه لان الكلام ده احنا مش موجود عندنا خالص اللي هو ده اللي هو البوي فريند فعشان كده آه بنقول آه ان دي بنحط كده خط كده ونقول ان ديات كولتور فرونسيز فلما نقول ان ا ديسيدي دو كيتي هي قررت انها آه تسيب سون بتي تامي يبقى الى بيت toute seule طبعا toute seule لوحدها خالص maintenant يبقى إليه ساعتها إليه سيپاري ولا إليه ديفورسي والكلام دوت انا لسه قايله من بدايه الحلقه والكلام دوت للادو الناس الادو اللي سامعاني هم اللي هيحلوا الكويستيون ده يا ترى ان لما قررت Quand elle a décidé de quitter son petit ami, elle habite toute seule. Maintenant, elle est séparée ou divorcée Tout le monde va me dire que c'est séparé. Séparé, ce n'est pas divorcé parce que c'est petit ami, yani boyfriend, ami,

النوع ده من الكويس بيبقى مفيد جدا لان هو بيحرك الفكر شويه بيفك يعني بيخلينا نفكر طب لا ليه طب ولو اه يبقى اه ليه كده يعني ومعظم طبعا الـ الـ معظم الـ 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 الامتحانات الدلف من أم من اميز واجمل الاسئله اللي فيها ان هو لما يجي مثلا يديك كيستيون فري وفو لازم بتكتب تحت جوستيفيكاسيون تبرير طبعا ده مش هيبقى مع الا ا ولا حتى مع الا 2 الا في حاجات بسيطه جدا لكن هو بيبدا من البيئة على شكل واسع فجوستيفيكاسيون دوت اللي هو ليه صح ليه وغلط ليه ديزولي الحلقه انتهت النهارده وان شاء الله على وعد في لقاء الحلقه القادمه لتكمله ما بدأناه ميرسي واقول لكم اوفوار